السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون النص الشعري النحلة. سنقوم بالإجابة على أسئلة هذا النص. أحدد من الكلمات الآتية ما له علاقة بالنحل. النحل، خلية، زهر، غابة، عسل. أفهم، أين يعيش النحل؟ يعيش النحل في الخلية. من أين تجمع النحلة غذاءها؟ تجمع النحلة غذاءها من الأشجار والزهور والثمار. أفكر، لماذا النحلة مخلوقة عجيبة؟ النحلة مخلوقة عجيبة لأنها تعيش في مجموعات كبيرة ومنظمة. أذكر بعضا من فوائد العسل. بعض من فوائد العسل: الشفاء. أتذوق. أعيد تركيب البيت الأول: مخلوقة، غريبة، صغيرة، عجيبة.